هاي مدينة طرابلس من المدن السياحية الغنية بالآثار القديمة، من الفينيقية للرومانية والعربية، ومن أهمها قلعة طرابلس سيتاديل سان جيل، وهي من أكبر القلاع الموجودة بلبنان وأقدمها. وبيعتقد البعض أنها بنيت بعهد الخليفة عثمان بن عفان، بينما ينسب قسم ثاني بنائها للعصر الصليبي أو لعصر المماليك. تتميز القلعة ببناء الضخم على تلة مرتفعة حد نهر أبو علي، فاعتبرت موقع استراتيجي مهم. يعتبر المسجد المنصوري الكبير من أقدم وأكبر مساجد لبنان من ناحية المساحة والتاريخ الإنشاء، وتم بنائه بالعهد المملوكي على أنقاض كنيسة صليبية ما زالت بعض آثارها موجودة. ميناء طرابلس عنوان لأنشطة الدولة بأكملها، لأن الميناء الأول للبنان. مين قال إنه على الميناء بتتوافر المراكب يلي بتنطلق لزيارة العديد من الجزر الصغيرة يلي صنف قسم منها محميات طبيعية مثل جزر النخيل؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.